رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية هي مسؤولية جماعية، يعني كل واحد في مكانه هو مسؤول عن انه يوعي الناس اللي حواليه. الاب في بيته مسؤول عن انه يوعي اولاده بقضيه التغيرات المناخيه. احنا في الاعلام ما عندنا مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا، لاننا بندخل كل بيت في اننا نوعي كل الناس، كل اطياف الاسره، كل اطياف المجتمع، كل افراد الاسره. لازم نوعيهم بقضيه التغيرات المناخيه عشان يعرفوا ايه تاثيرات التغيرات المناخيه عليهم وعلى حياتهم. وبالمناسبة في حلول وابتكارات بتبقى مبتكرة بتخرج من الأطفال في بعض الأوقات، وبتخرج من الشباب للتكيف مع أثار التغيرات المناخية والحد من تأثير هذه التغيرات. عامل مهم في مسألة الوعي إنك يكون عندك عمل تطوعي، ويكون عندك نشاط في إنك تجوب محافظات مصر، تجوب محافظات الجمهورية كلها عشان تنشر الوعي بهذه القضية. عندنا شاب مصري جميل الحقيقة، قدر ان هو يحطم رقم قياسي في موسوعة جينيس ويلف محافظات مصر عشان ينشر الوعي بهذه القضية. معنا المغامر المصري علي عبد. صباح الخير عليك واهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. انا عايز اعرف بس في البداية طبيعة مشاركتك في المؤتمر. المشاركة في المؤتمر عن مبادرة الرحلة الى قمة المناخ. هي رحلة معمولة خصوصا بسبب استضافة مصر لقمة المناخ رقم 27، وهدفها هو رفع الوعي بالتغيرات المناخية والترويج للمؤتمر، استضافة مصر للمؤتمر، وبيتم تنفيذها على دراجة كهربائية. بدأت من يوم 10 أكتوبر وانتهت بالضبط بعد 30 يوم في مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ. خلال الرحلة احنا زرنا جميع محافظات مصر، قطعنا مسافة 12359 كيلومتر، وده بالضبط هو قطر كوكب الأرض، في رسالة للعالم من الرحلة لا تخص مصر فقط لكنها للعالم جميعا، وأن أزمة التغيرات المناخية بتأثر علينا جميعا. خلال الرحلة كان في عدد من الفعاليات اللي من شأنها رفع الوعي. زرنا عدد من الجامعات، مراكز الشباب، المدارس، نظمنا عدد من الإيفنتات، استقبلنا عدد من المحافظين في محافظاتهم عشان نشوف المشاريع المختلفة اللي موجودة اللي ليها علاقة بتغير المناخ. الغابة الشجرية في الأقصر، محطات تحلية المياه في مطروح، مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الزعفرانة. فده باختصار. لا مش باختصار، ده عايزين تفاصيل. بس عايز أعرف وانت بتلف المحافظات درجة وعي الناس عاملة ايه، وهل بتختلف في المحافظات البحرية عنها عن المحافظات القبلية؟ اللطيف ان الناس كتيرة بقى عندها درجة مقبولة من الوعي، بس احنا لسه محتاجين نشتغل اكتر ونستخدم اساليب مختلفة اكتر، لان احنا ازمة التغيرات المناخية هي بتمس كل فرد، وكل فرد فينا ليه دور فيها، فلازم ان احنا نوصل لكل الناس. ما ينفعش ان احنا نستهدف فئة دون فئة، لازم نستهدف الاطفال والشباب والكبار في السن، لان كل واحد فينا ليه دور. عظيم جدا. لقيت ناس كبيرة موجودة في هذه المحافظات فاهمين ومستعدين ان هم يساعدوك؟ كتير. كتير جدا. يعني بكلمة كتير جدا، اقصد يعني فوق مستوى الشباب بشوية. كتير جدا، وان ما كانش بهدف قضية هم بيسموها التغيرات المناخية فهي باهداف اخرى. اهداف ان انت راجل بتعمل حاجة كويسة للبلد، بتعمل حاجة كويسة للناس، فالمساعدة مختلفة في اماكن كتير جدا ومن ناس كتير جدا. مفيش محافظة رحناها الا الناس كانت فعلا بتساعدنا وبترحب بينا وبتساعدنا ان احنا نكمل. يعني عظيم. طبيعة التنسيق بينك وبين وزارة البيئة، بينك وبين المحافظات المختلفة، انت بتعدي على محافظات كتير قوي، فبكل تأكيد كان في تنسيق مع كل محافظة قبل ما تروح. عدينا على جميع محافظات مصر، وده خلينا نذكر ان الرحلة برعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الانتاج الحربي، ووزارة الاسكان، برنامج الامم المتحدة الانمائي، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وعدد من شركات القطاع الخاص. كل الشركاء دولت كانوا مشاركين في المبادرة دي بهدف رفع الوعي والترويج للمؤتمر. طيب خلينا نتكلم برضو عن نقطة تانية، ايه اكتر المحافظات اللي انت لقيتها اكثر تأثرا بالتغيرات المناخية؟ البحر الاحمر، البحر الاحمر ومرسى مطروح الاثنين. بسبب السيول اللي بتنزل عليه؟ بسبب السيول، وان طبيعة المناطق ديت الناس فيها بشكل اساسي بتعتمد على حرف معينة او زراعات بتتأثر بشدة او ظاهر فيها التأثر بالتغيرات المناخية. طيب عظيم. احنا عندنا في كل محافظة مشروعات تنموية متعلقة بالتحول ناحية الاقتصاد الاخضر او بتقليل الانبعاثات الغازات الدفيئة. فمن خلال جولتك ايه ابرز المحافظات او ابرز المشاريع الموجودة في هذه المحافظات؟ الحقيقة كل محافظة كان فيها حاجة مختلفة. يعني في الأقصر شفنا الغابات اللي بتروى بمياه الصرف الصحي المعالجة، في مرسى مطروح لقينا محطات المياه اللي بتعالج مياه البحر، مياه شرب بيتم معالجتها من بحيرة مياه البحر،
سيوة لقينا محطات مياه بالطاقة الشمسية اللي نزع المنجنيز والحديد. فيها أمثلة كتير جدا، كل محافظة كان فيها مثال مختلف، وإحنا كنا بنتعمد إن إحنا ناخد مثال مختلف من كل محافظة عشان نعرف الناس المشاريع دي دورها إيه في المجتمع. ردود أفعال الناس بقى كانت عاملة إزاي؟ يعني أنت عرضت التجربة بتاعتك، ردود أفعال الناس اللي كانت موجودة في الجلسة؟ الناس منبهرة بالتجربة لأن هي أول مبادرة من نوعها في العالم اللي بتستخدم رياضة المحركات الكهربية في رفع الوعي البيئي. بكرة هيتم العرض الأول للفيلم الوثائقي للرحلة، هيتعرض في البلو زون الساعة 3 إلا ربع تقريبا، وفي الجرين زون الساعة 5، بجانب إن إحنا لينا بوس في الجرين زون لعرض الموتوسيكل اللي استخدمناه في الرحلة والتجارب بتاعت الرحلة، وفي كذا بانل مشاركين فيها وكذا جلسة حوارية مشاركين فيها إن إحنا نتكلم عن الرحلة. الحمد لله النتائج مبهرة لينا شخصيا يعني. إن شاء الله كل التوفيق ليك طبعا في اللي جاي. المغامر المصري علي عبده، شكرا جزيلا ليك. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. شكرا.